كابتن شريف، مبروك، فوز مستحق للنادي الاهلي. الف مبروك. هو المطلوب من مباراه، تحقق الهدف، هو المطلوب من مباراه اليوم. كنا بنتكلم في هاف تايم احنا عن الهدف الثاني، والهدف الثاني اللي جه الحقيقه هو بمثابه العبور السليم للثلاث نقاط. مظبوط، لانك ما تضمنش وما تامنش. اهي كوره الراجل وقع، مش رايحه لحد، حتى مفيش ولا شخص من المقاولين العرب في اتجاه ناحيه الكوره، ولكن الراجل عامل ايده كده وخد الحق الشرعي بتاع لمسه اليد، وبقت ضرب الجزاء، والراجل نفذها بجوده كبيره يعني. فانت ما تامنش على اي مباراه يا كابتن ايمن. صح، لازم تلعب ادام عندك مساحه كبيره جدا زي مباراه اليوم. سهل جدا انك انت تبتدي هجمه وتنهيها كويس، سهل جدا انك انت تتحرك فقط للراجل اللي جاي معاك كوره. اتنين تحركات عملت، واحده في اول هاف تايم، والكوره الثانيه اللي اتلعبت صح جت جون برده بتاعت محمد هاني اللي من طاهر ل امام عاشور لهاني بيشوط. ده تحرك، ده ناس عندها رغبه انها تخش جوه 18، عندها رغبه انها تعمل هجمه خطر، مش الباص اللي ضيق عشان استغل الوقت وارجع الكره واخد ضربه في انكر رجلي من ورا واتعور، وعايز امشي الامور على هوايا. يمكن يجوز انا عندي اجهاد او عندي اي حاجه مش قادر النهارده اكمل بسرعه الريتم اللي المفروض يبقى التيشيرت الاحمر بيلعب بيه قدام اي فرقه، اللي هو بيحرز هدف واثنين وثلاثه. يعني يوم ما لعبت الاسماعيلي انت ما كانش ده لعبك، كان ضغطك وسرعه لعبك وتصويباتك والفكر جاهز ان هو عايز يعمل هجمه من اليمين وهجمه من الشمال. ما هتكلمني تقول لي اختلاف السكواد النهارده اللي موجود في الملعب. ماشي، ما احنا قلنا في احد الناس استغله، عادل قال لك فرصه ذهبيه للناس النهارده انها تستغل وجودها في الملعب النهارده. ناس كتير قوي وحشها الملعب، كل اللعيبه اللي كانت موجوده النهارده، كريم الدبيس، مصطفى شوبير، مين تاني النهارده، طاهر، موديس المفروض اللي هو على طول ده لازم يكون موجود عشان يقدر يستغل وجوده، وهو مستر كولر فضل معاه لحد الاخر علشان برضه عايز يجيبه بيدخل النهارده. هو لحد ما يعني بيفكر انه يتحرك، بيفكر انه يعمل اي حاجه، بيفكر ان في جيم اصلا، بيفكر ان ده ماتش، بيفكر ان هو لعب كوره قبل كده والمفروض النهارده يورينا الكوره اللي لعبها في اعتى الفرق. بتدخله في الاجواء. لا، لازم هو الراجل ده يجيب نفسه. أي، زي ما قلنا لطاهر هات نفسك، وزي ما بنقول للعيبه كلها هات نفسك. النهارده شفنا عبد القادر في مرحله معينه، النهارده كان ممكن يجيب له جونين ثلاثه عبد القادر. ففي ناس بتبقى موفقه وبتستغل الظروف. الكور زي اللي احنا شايفينها على الشاشه دي، انت بتبقى اربعه خمسه رايحين على اثنين ثلاثه، يعني لازم تستغل حاجه زي كده بتعزيز فوزك وانهاء المهمه، انهاء المهمه لنفسك. ما هو الضغط بيبقى جاي، هو ده جول طاهر. الضغط بيبقى على الضغط ده بيبقى، ده الجول بتاع محمد، ده جول طاهر. ده جول طاهر محمد طاهر. يا ريت يجيبوا لي على الشاشه دي من البدايه، ولا عايزه من البدايه؟ مش نشوف تحرك طاهر. ايوه بس نشوف ف ادي الشكل. لو تبص ادي 2 4 على 4، ولكن في بص حتى مودس بياخد بعضه وبياخد اللعيبه معاه عشان يفتح سكه. ايوه، للراجل اللي جاي ناحيه اليمين. وعبد القادر اهو داخل جوه في ورا مودس. يعني في شكل خطر انك انت رايح فعلا عايز تجيب جول. احنا بعد ما بنجيب الجول بقى الشكل ده بيتكرر كتير قوي، فاهمني؟ ولكن لا تستغل، ما فيش النيرف اللي انا لازم ادوس على الكره واروح احقق ذاتي واحقق النتيجه المطلوبه مني. اللي هي الجماهير دي كلها جايه على اسم كبير جدا اسمه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. انت شغلتك في الملعب انك انت تريح الناس دي، انك تبسط الناس دي. ديك لعبت مباراه قدام صن داونز كل الناس سقفت لك، لعبت شوط هايل، لعبت شوط الاول يعني. وقدرت مع فرقه كبيره جدا انك انت تمحي كل الانياب بتاعتها والاساليب بتاعتها، اللي عندهم سته قدام. انت بتلعب دفاع وهجوم وايقاع وبتحاول تجيب جول وضربه جزاء رايحه، اذا انت الافضل، انت الافضل طول. فهي دي الكره بتاعتك،
هو ده الشكل اللي الناس متعوده عليه.